سامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار وقضي ودي اسامر سمر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار واكتب قصيدي لجل عيناك وانقل من الذانات يا, يا, يا حلو الشعر في شف طروار لأنك عزيز من هالدار متميزا عن ذا وهذاك عجيب ولا بعد صار كل هالقصايد دوم تعناك كلك غلاله وشوفك اسرار انت الذي كلن لمنامناك شوفك حياه وبعدك اختار مقدر على بعدك, بعدك وفرقاك لا لا, لا حاول تشعل النار عارف متحنا. وتدري وين سكنك انت عمود القلب والدار شوفك اسرار انت الذي كل انت منك شوفك حياه وبعدك اخطار <applause> مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير نلتقي من جديد من خلال تلفزيون الشارقة وبرنامجكم الأسبوعي حيث نستضيف العديد من شعراء هذا البرنامج من خلال تواجدهم ضيوف ومشاركة في حلقات هذا البرنامج ونحن دائما نبحث عن المبدعين ونحاول أن نكون دائما عند ظن أحبتنا المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج ذعذع الغربي وصافحني براده والخفوق بنسمته رحب وحيا والحياه جاتنا عن علومه افاده تبهج المهموم وتبش المحيا ليلتين ما بها نقص وزياده والصحاري من مخايله التفيا من تبوك الى الزبير الي عراده وابل لا من بغينا الصحوة عيا كل واد يابس مجراه صاده واحتضانه ودحدره ثم قال هيا بمر من هو كاسي فضله عباده الغنية ولا نقص خزنته شيئاً وانتهى زام البلد عقب اعتماده وابتدى زام الهرافي والضوية كل من له جمعت الأجواد عاده جدد بهار المعاميل وتهيا شبة في خايع عشبه وساده تسوي صدوف الزمان الصلف تسيا للقلوب الشاقية جرعة سعادة وللدلال صفر جمر مقثوية أشهد أن الرجل لا طول قعاده ما يفرق بينه وبينه الحديّة لاهثٍ خلف العلاوه والإشاده غاوي عن منهج الصاحين غيا كم طموحٍ مات ما حقق مراده وكم غشيمٍ بالصدف نشا الثريا. بإسمكم جميعاً نرحب بشاعر هذه الحلقه. شاعر يحاول ان يجد لنفسه تميز خاص في القصيدة في أسلوبه في طريقته في إبداعه في كتابته نرحب بشاعرنا زايد بن ضيف التميمي ونقول له مساك الله بالخير مساك الله حياك الله ويا مرحبا الله وفرحتنا جعل عمرك طويل عمرك طويل يا الليله بهاللقاء يا رب عمرك, عمرك. بك شخصيا وبقناه الشارقه الله يطول بعمرك طبعا زايد انت يعني والله الحمد لك علاقه وطيده من بدايه الطفوله طفولتك الأولى وشبابك الأولى ومرحلتك الأولى مع الشعر صحيح سواء كان شعبي أو نبطي وكله يعني نفس المسمى ما يبعد عن هذا نعم خبرني عن هذه العلاقة الحلوة الجميلة اللي ارتبطت أنت بالشعر حبيته وحبك أعطيته وأعطاك نعم أه الشعر طال عمرك عمرك طويل أه مجتمعنا المجتمع العربي بشكل عام نعم. أه غالبية البيوت فيها اما شاعر نعم. او متذوق اكيد غالبيه العرب وهذا نعم. شيء يعني من قديم ما هو من اليوم ولا من امس مهوب على جيلي وعلى جيل نعم. نعم. لا حتى على وقت الجاهليه فعلا ولا اليوم الشيء هذا نعم. مستمر وحني يا طويل العمر آه القصايد اللي حفظناها وحنا صغار نعم لا شك ان نمت فينا الموهبه هذه اكيد يعني القصيد اللي اللي, اللي عصرناه والقصيد اللي آه عايشناه وعايشنا شعراءه نعم نمى فينا الموهبه هذه وخلانا نهتم في القصيد نعم وكذلك المجتمع يهتم بالقصيد طبعا المجتمع بشكل عام مجتمع العرب نعم مجتمع شاعري صحيح يعني وغالبا حتى احداثه القديمه او احداثه المعاصره نعم. تلقاها مسجله نعم. بالقصيد اكيد اي نعم فالقصيد حاضر حتى في التاريخ جميع في القصيد الأحداث. حاضر حتى في المجالس صح. في القصيد حاضر في جميع نواحي الحياه صحيح اي نعم هذه الامور اللي اللي خلتني يعني ليش العرب مشهورين بهذه الناحيه زايد نعم الشعر طبعا ديوان العرب كان يسمى من اول نعم آه الشعر كان يسجل الاحداث التاريخيه الشعر كان هو السبيل في الفخر صحيح السبيل الحماس في الحروب اكيد كان يعني في جميع نواحي الحياه أكيد. حاضر الشعر اكيد فالعرب اهتمامهم فيه من قديم طبعاً حتى الأمم الثقافات الثانيه, الثانية نعم. تهتم في الشعر عندها أكيد. ادب صحيح لكن العرب يمكن كان تركيزهم اكبر صحيح وكان تركيزهم كذلك اقدم نعم. يعني هم اهتموا في تفاصيل الشعر نعم وحطوا الشعر البحور وحطوا للشعر يا طويل العمر ادق التفاصيل اهتموا فيها صحيح خاصه العرب نعم. عن باقي الامم الثانيه صحيح أه لو قلنا الشعر ماذا يعني لشاعرنا زايد بن ضيف التميمي؟ الشعر طال عمرك يعني لي ثلاث امور اولا هو متنفس راحتك وسعادتك نعم أه الشعر لو بعرف الشعر انا نعم أه فبقول انه مجموعه احاسيس وشعور يترجمها الشاعر على الورقة الله كما أن الرسام يترجم مشاعره وحاسيسه على اللوحة صحيح فلا شك أن الشعر متنفس للشاعر نعم والشيء الثاني طال عمرك الشعر رسالة أكيد فدايماً الشاعر اللي ما يحمل رسالة بدك نعم. إني يخلي الشعر صحيح لأن يعني له رسالة عظيمة من قديم الشعر صحيح والشيء الثالث طال عمرك الشعر هو خويك اللي يفهمك الله يعني ما اجمل من الانسان اللي الله يرزقه الصديق نعم. اللي يفهمه يفهم صحيح. باللي في خاطره بالضبط صحيح وهذه القصيده بالنسبه للشاعر صحيح لان هي طول عمر صحيح. خيل من مشاعر الشاعر الله اكبر فهو ترجم كل الشيء اللي في خاطره في القصيده هذه صحيح. صارت لمثل الصديق ومثل الخوي صحيح وكاتم اسراره اكيد نعم دائما وياه صحيح دائماً نعم. وياه. ولو ان طول عمر يعتبر كتاب مفتوح أكيد. يعني للمتلقي صحيح ولكن نعم. بيترجم كل ما في خاطره فعلاً. من غير ما يدس شيء فعلا اللي قالوا الشاعر لسان المجتمع. نعم صحيح. صح؟ صحيح. مثل يعني واقعي زايد لو تلاحظه، اه يعني فعلا يكتب عن مجتمعه، يكتب عن بيئته، يكتب عن قبيلته، عن امارته، عن دولته، وهذا شيء جميل والله يعني نحن نكون في غايه الفخر والسعاده لما يكون الشاعر ذو الاخلاق النبيله. نعم. المميز في صفاته، اه في كلامه، في ابداعه، يحبب يعني مجتمعه ويكون لهذا المجتمع قيمه مميزه لدى الامم الاخرى. نعم. انت من بيئه شاعريه ومن بيئه تعشق الشعر، خبرني عن هذه البيئه الجميله اللي تربى فيها شاعرنا زايد بن ضيف التميمي. نعم. طبعا انا من بيئه تهتم بالثقافه بشكل عام. ما شاء الله. نعم، سواء من الشعر، سواء من الانساب، سواء من علوم الفلك والنجوم اللي اهتمت فيها العرب ما شاء الله يعني مجالس الرجال نعم مثل ما يقال قديما ان المجالس مدارس نعم هذه قاعده نحن مطبقينها لليوم ان شاء ما الله وليم بكره الله ما شاء الله فمجالس الرجال علمتنا امور كثيره صحيح من الشعر بس نعم لكن امور كثيره تعلمناها في نواحي الحياه صحيح من التجارب الاولين اكيد نعم وخذنا تجارب مجرد ما سمعناها نعم صرنا كان احنا اللي خايضينها وتعلمنا من خبراتها ومن الدروس اللي فيها ومن نعم آثرها نعم كان احنا اللي عايشينها فعلا انت كنت دائما من يوم صغرك اخوي زايد يعني لك زيارات خاصه ولك تواجد في سواء مجلسكم او المجالس الثانيه اللي قربكم اي نعم صحيح دائما وياهم اي نعم انا يعني اغلب وقتي في في, في المجالس هذه تحاول انك تتعرف على الاعراف على العادات على صحيح. التقاليد صحيح نعم واهتم فيها ما شاء وأهتم الله واهتم بالعادات سواء اللي لنا او اللي غيرنا او للثقافات حتى الثانيه مش بس الثقافات العربيه نعم اهتم في الامور الثقافيه بشكل عام صحيح لو قلنا زايد آه آه في بدايه حياته لمن قرا من الشعراء سواء كان فصيح او نعم. شعر نبطي او شعبي طبعا انا قريت للشعراء الكبار مثل مثل اي شاعر نعم. لازم في بدايه يقرا للشعراء الكبار حتى ان يكتديبهم اكيد في بدايه نعم. مشواره نعم مثل الشاعر محمد العبدالله القاضي اكيد ابن لعبون نعم. الشاعر محمد السديري يعني صحيح. هذا قامات كبار أكيد. ويعتبرون مدارس مستقلة فعلا بالذات يعني الشاعر لعبون كان له مدرسة خاصة المدرسة اللعبونية صحيح معروفة يعني عندها للشعر صحيح فعلا نعم. طال عمرك بديت الشعر وانت عمرك كم اول انطلقتك الانطلاقة الاولى نقول. طبعا اللي في البدايه كنت احفظ الشعر. ما شاء الله القصايد اللي تلامس يعني حياتنا اليوميه. اكيد. القصايد يعني انا طبعا معروف عني الانسان احب الطبيعه. ما شاء الله عليك. الطبيعه علي. بشكل عام. الله. كنت اغلب القصايد اللي احفظها القصايد اللي تمثل الطبيعه. ما شاء الله القصايد اللي تمثل مثلا الربيع. الله القصائد اللي تتكلم اللي عن الوديان ما اللي تتكلم مثلا عن القهوه نعم يعني بشكل عام فكنت احفظ القصيد اللي يمثل الامور هذه منو كان يكتب في هذا المجال اكثر من الشعراء اللي انت و وتابعتهم واستمتعت اغلب اغلب الشعراء القدامى لانهم عاصروا الامور هذه فعلا هم عاصروا الحياه القديمه نعم وكانت هذه اناستهم اكيد اناستهم شفت الغيم، شفت المطر، شفت الربيع، نعم. كانت هذه اناساتهم، هذه يعني النعم اللي كانوا وي... يعيشونها يعيشونها نعم. ويذكرونها في قصائدهم اكيد وهذا شيء مفخره لهم صراحه ونحن نفتخر بهذا الشيء. صحيح. يعني بدايه انطلاق انطلاقتك تقريبا وانت ابو 16 سنه تقريبا الانطلاقه نعم. الاولى 16 سنه هذه يا عمر العمر كانت الـ 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 القصيده اللي كانت مقفاة نعم. وموزونة وتشجعت نعم. أني أظهرها ما شاء الله علي. طبعا أنا ما ما كنت مظهرها للعلن نعم. لكن كنت أنا مظهرها للوالد الله يجزاه خير أحسه نعم. عليه بالخير من الله بالخير وكذلك أخوي خالد بعد أخوي أكبر مني وأبخص مني ويقصد؟ ويقصد كذلك ما شاء الله نعم. علي. ولو إنه ما بطالع في الإعلام ولكن مختفي. إيه نعم. مختفي نعم اي نعم. نعم فكان يعني هو المستشار لي ما شاء الله عليك. اي نعم، فيهم عرضت القصيدة عليهم نعم حبوا اني ابرزها، جميل وخاصة ان القصيدة هذه بعد كانت تحاكي موضوع كان حاصل في هذاك الوقت نعم وانا ترجمتها بقصيدة. ما شاء الله عليك. اي نعم نقدر نسمعها منكم آه زايد؟ آه طبعا القصيدة اللي قدمها انا مو بحافظنها نعم لكن اخبر ثلاث ابيات مطلعها. ايوه وبعدين بناخذ قصيدة ثانية ما بنخليها. <applause> اي نعم احنا وراك وراك. <applause> الله يسلمك. <applause> طويل الله يبارك فيك. <applause> اختلاف الراي نعم ما يمحي المودة صحيح والحوار الذرب ما ننكر صنيعة صحيح كان لك مبدأ على أهل العرف عده لا تخبط بالجهل والذب بريعة. الله أكبر كل شور ولهم على شوار ضده يكون حد الله وأحكام الشريعة سريع لا الله وإلى آخر ما شاء القصيد. الله هاي الثلاث أبيات عن قصيدة كاملة <applause> الله يسلمك <applause> طبعاً يعني كانت تحاكي تتحاكي واقع حاصلة في هذاك الوقت نعم. فحبيت أني أترجمها في قصيدة ما شاء وقيتها الله وقيتها يعني أمام الحضور اللي كانوا عندنا في المجلس وهذه حكيت. أول قصيدة محمد آه جاي؟ أول قصيدة تنشر موزون. لكن أنا كنت تقصد كنت تكتب بويتات لا خل البويتات والمحاولات إيه؟ هاي البويتات هذه وارد على فلان ورد علي فلان وهذا نعم. هذا طال عمرك يحدني على الغزل وانا أصد صوب و... البل صوب البر و... أنت... انت من محبي الردود أه والله في البدايه كان عندي ردود نعم كانوا الناس خبر المجتمع اللي نعم حولي نعم يبى يشجعني اي نعم الكلني نعم طرش لي يعني ابيات كلني طرش لي يبغيني اتهيض حلو والله بالعكس هذا نشاط ادبي مميز والله يا زايد الله يحفظك نعم سمعنا شيء من نوادرك الجميله ما دام سمعتنا ابيات ثلاثه عن قصيده نعتبر <applause> طبعا بما ان الشعر رساله نعم فاحب اني ابدا بالقصيده هذه نعم وهي المعنى في بطن الشاعر على ما قال أكيد المعنى أكيد في بطن أمريكي. القصيدة نعم. واضح إن شاء الله للمتلقي أكيد أكيد طال عمرك قلت يا قرص الإشراق عمة تلفظ بالشعاع صحيح لوادعك لو مشرقي يستقبلك مغربي مغربي ما غيرتك السنون وللف الوساع لو جنبتك العيون ولو حذفك الصبي ما عفت تبدأ السما من هون ولا انصياع دام العقارب دنت تلزم عليك تغبي يا بط الايام لا هاجة جروح الشجاع سنها غرير على الرباط جاكي حبي دام الحصاه عثرت به في طريق الضباع وشلون الوم الحجاره والجبل مضربي حطاب الاشجار لو وجهه ستره القناع يسطي فاسه ولو ما قال هذا حطبي صحيح. ما دام يحرس قرا حلمة خبيث الطباع الله. فالله يعين الضوامي مالها مشربي وان كانت الخرس تومي للعضب بذراع فقلوب بعض الأوادم أحلك من العبي يا من يلم الشمل ويبدد الإنقطاع كم لي أدور ذهيبي واعتلي مرقبي واروي جفاف الوداع بشربة الاجتماع مدام حصن القرابة يردع الأجنبي من لازم الجمع ما تقوى عليه السباع واللي الله غمز للمعادي عاقبتها السبي الله يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك ما شاء الله هل أنت من عشاق القراءة من حبي القراءة زايد؟ طبعا انا اقرا لان هي اي موهبه بشكل عام محتاجه الى تنميه طبعا صحيح ما في يعني موهبه تتنمى بروحها اكيد لكن يعني ما اسمي نفسي قارئ نهم نعم. وان كنت اتمنى اني اكون قارئ نهم زي. ولكن طبعا لاني عندي بعد اهتمامات وعندي امور تخاشر الشعر اي نعم انا عندي يعني عدة اهتمامات منها القهوة العربية ما شاء الله إيه مهتم فيها وفي تفاصيلها وفي الله تراثها وفي الله فنونها ما شاء الله عليك وكذلك عندي اهتمام بعد في جمع سلالات الابل النادرة الله مهتمين فيها يعني راعي مراكيض انت؟ لا طال عمرك راعي مزاين راعي مزاين اي نعم ما شاء الله فمهتم عليك فمهتم في سلالات الابل النادرة ولا شك ان الابل تاخذ يعني وقت راعيها اكيد والقهوة شو 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 قصتك وياها؟ القهوة طال عمرك انا مهتم في تفاصيلها طبعا القهوة قديما قديما وفي الحال العنوان كذلك عادات أه لها عادة من قديم وفي ناس اشتهروا من قديم نعم في فنون اعدادها الله يعني في اللي اشتهروا في فنون اعدادها نعم وفي اللي اشتهروا في كثره الصرف عليها صحيح اي نعم في جميع المجتمعات العربيه طبعا انا ما اقصد مجتمع دون مجتمع أكيد, اكيد ولا اقصد قبيله دون كل قبيله كلهم كل العرب هالقهوه في كل مجتمع عربي صحيح اي نعم اهتمام اللي نعم اللي العرب في القهوه العربيه منتشر في الجزيره العربيه كاف من الشمال للجنوب نعم ففي اسامي اشتهرت في اعداد القهوه، في اسامي اشتهرت بقصايد في القهوه، في قصايد يعني مخلده في القهوه أكيد مثل على سبيل المثال يعني قصيده محمد العبد الله القاضي نعم في القهوه عدها وهو في وسط نجد الله وتناقلتها الركبان لاقصى الشام. ما شاء الله نعم يعني في ليله من الليالي اشوف برنامج شعري نعم يصور في الشام يصور في في باديه سوريا نعم ويعني من الغريبة او من المفاجئ كان يوم جر على الربابه اللي كانت في احدى فقرات البرنامج نعم اول ما جر على الربابه عد قصيده القاضي الله فشوف يعني القصيد المهتم في القهوه العربيه نعم او القصايد اللي كانت الخالده نعم ما تكون يعني مشهوره في محيطها بس صحيح او في حدودها بس نعم او في بيئتها حافظ شيء منها محمد زايد ايه نعم شو يقول الشاعر اه محمد القاضي اللي يعني لي تذكار الاحباب واشتاق بالي وطاف بخاطري طاري الشوق دنيت لي من غالي البن ما لاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق حافظ عليك احمس ثلاث يا نديمي على ساق, ساق, ريحه على جمر الغضا يفضح السوق سوق اياك والنية وبالك والاحراق الله وصحى تصير بحمست البن مطفوق, مطفوق لصفر لونه ثم بشت بالاعراق صفرا سما الياقوت يطرب الهلموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريح سما العنبر بلا انفاس منشوق فدقه بنجرن يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب اليدق بخفوق اكيد ولقم بدله مول عند سنها ساق سأ. محفوف تم مربوب تنتقل غرنوق اصغر قموره كالزمرد بلا شعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق موق. خلها تفوح وراعي الكيف يشتاق اللي يطفح له جوهر صح له ذوق الله. وزله على وضح بها خمس ترناق هيل ومسمار بالاسباب مش بالاسباب مسحوق, مسحوق مع زعفران وش اللي ينساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوخ الله فيعني على طار البيتين هذه الاخيره نعم نعم زلها على وضح بها خمس ترناق هذه من الابيات اللي يعني دائما يطرونها الناس اللي عاصروا الشيخ زايد رحمه الله, الله, عليه, رحمه عليه الله. كان دائما لا طر موضوع على القهوه نعم يستشهد بالابيات هذه اللي ابيات محمد العبد الله القاضي اللي يزله على وضحه بها خمس ترناق هيل ومسمار بالاسباب مسحوق أوه. معزع فران والشمط اللي ينساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق الله فهذه شوف يعني طبقت شهرتها في جميع ارجاء الجزيره العربيه أكيد. تسمعها في الشام وتسمعها في الامارات صحيح فشوف القصيدة يا طويل العمر اللي يهتم في تراث العرب نعم ويهتم في تقاليد العرب تلقاه منتشر اكيد مو من مثل القصيده اللي مثلا يعني تحاكي مثلا واقعة معينه نعم تخص بيئتك صحيح. تخص مجتمعك صحيح تخص بيتك لا هذا الوقائع طال عمرك اللي تحاكي التقاليد العربيه صحيح او تحاكي تحاكي الثقافه العربيه تلقاها تضرب في جميع انحاء الجزيره العربيه وتناقلها الركبان من الجنوب الى الشمال فعلا مثل الشاعر يوم يقول يا ما حل مع سيحه البال في ما فيه نفس ثقيله ديلة. هذا ولد عمنا وهذا هذا ولد خال. خال وهذا رفيق ما ندور بديل صحيح تلقاه الله. في جميع انحاء الجزيره العربيه اي أيوة والله يا اخي نعم. سبحان الله انت لك قصيده في القهوه زايد حاولت ايه والله شوف انا من حبي للقهوه دعم. ما قدرت اني اعد فيها قصيده ليش دعم. لان انا اشوف اني محتاجه آه تركيز قوي صحيح ما ودي اعد شيء واغفل عن شيء صحيح انا في البيئه اللي انا فيها دائما يعني يعدون ان انا راعي قهوه وان انا راعي معامل وان نعم. فما ودي اني على ما قال اغفل عن شيء نعم واذكر شيء ثاني صحيح فقصيده القهوه لا بد اني بحط فيها قصيده لكن لكن باذن الله بتكون في يبالها يبالها جهد واجتهاد خاص نعم يبالي فعلا واحد مفرغ بالها زين انت من خلال طال عمرك هذه العاده الكريمه معرفتك في القهوه انواعها واشكالها طبعا وهذه دائما مع مع مجالسنا مميزه دائما التمر المميز سواء كان خلاص او اي نوع من انواعه طال عمرك والقهوه يعني حتى في حديث فيما معناه الرسول عليه الصلاه والسلام بيت لا تمر فيه جياع اهله فيما معنى الحديث صحيح والتمر ما يوجد الا في القهوة مع القهوه سبحان الله صحيح هاي من اسلوب معادات العرب مثل ما تفضلت نعم صحيح فخبرني عن مشاركاتك في جاء يعني وحبك للقهوه لك مشاركات مميزه انا اتوقع نعم صحيح خبرني شوي أه طبعا انا شاركت في بطوله نعم نظمتها دارة الثقافة والسياحة في ابو ظبي مشكورة نعم. نعم سموها بطولات القهوة العربية. ما شاء الله. وهي تختص بالقهوة العربية نعم وفنون إعدادها على الطريقة التراثية. الله. يعني من حمسة القهوة نعم إلى ان تصب القهوة في فنجان. نعم. لا شك أن هذه يا طويل العمر لها فنون وتقاليد متوارثة. صحيح. وكان في ناس يعني يشتهرون في دقة تفاصيلها. يا الله. يعني القهوة كل يعد قهوة. أكيد. وكل البيوت في الجزيرة العربية تعد القهوة. صحيح. لكن في اللي كان يتقن اعداد القهوه الله فكان يعني مشتهر في بيئته ولا مشتهر في مجتمعه نعم بشطارته بإعداد اعداد القهوه من هم المشاهير زايد منهم على سبيل المثال زيد الخوير نعم اي نعم وله قصيده مشهوره بعد في القهوه نعم ومنهم كذلك دغيم الظلماوي طبعا قصيدته انا اتوقع إن من اشهر القصائد في القهوه اللي هي كليب شبه النار يا كليب شبه نعم عليك شبه والحطب لك إيجابي حنا علينا هيل ماها وحبها وعليك تقليط الدلال العذابي ما هي كليب عجل بصبه والرزق عند اللي يجيب السحابي الله طبعا هذه لها كذلك بعد قصه مشهوره نعم فالاسامي عديده يا الله ما تقدر تذكر حد وتخلي حد صحيح نعم لكن هذا له من الاسامي نعم اللي اشتهروا في دقه اعداد القهوه حافظ عليهم اي نعم وانت انت تاثرت بهم كثير زايد صحيح جايت شوف انا طبعا اللي خلاني يعني يمكن اهتم بتفاصيل القهوه نعم انا يمكن لاني اصغر اخواني في البيت ما شاء الله فكنت انا اللي غالبا عند المعامل قوي ضيوف, ضيوف, ضيوف اي نعم انا اللي غالبا انا راعي ال... القهوه راعي المعامل ما شاء الله عليه اي نعم بحكم اني انا اصغر اخواني في البيت الله وخبر العرب. اصغر القوم خادمهم اكيد الله إيه نعم فكثرة احتكاكي مع المعامل والقهوه في مجلس الوالد الله يحفظه خلاني يعني اهتم بتفاصيل القهوه. ما شاء الله عليك. خبر انت يجونك ناس من شرق ومن غرب، من كل قبيله، من كل بديده، من صحيح. كل ناحيه. نعم. فودك انك تقدم الشيء المميز على رضا الجميع. اكيد. نعم، بعض الناس يجونك ينقدون في القهوه، وهذول النقادين نعم. يعني من قديم موجودين، ما في وقتنا هذا بس، نعم. ينقدون على القهوه من قديم موجودين. صحيح. يعني يذكرون من الناس اللي كانوا يشتهرون في نقد القهوه. نعم. آه واحد أنا يا طويل العمر طويل. نعم. آه ما يحضرني اسمه. ولكن يقولون الاولين نعم. إن حتى لا اقبل على العرب نعم يتذيرون منه الله له معاميله يقولون يا فلان المعاميل عندك نعم. زين قهوتك الله ما وجهت الله يخافون حتى يزينونها القهوه صحيح يخافون ان يصير فيها خطا هم ما يعرفونه صحيح. وهو من بخصه في القهوه نعم. انه يميز الخطا اللي صار يا الله طبعا النقادين في القهوه وايد ومنهم بعد بعد اللي اشتهر علوش بن ظهير نعم. اللي كان ينقد على القهوه صحيح في مجلس الحاكم برشيد رشيد هاك الوقت نعم. والاسامي كثيره ما ودي اعد حد على ما قال وقتي في حد فعلا زين كيف نعم. ترضي طموح آه، ضيوفك حد يبقى هواء ثجيله غليظه حد باه شوي غامجه اكثر حد با انت كيف طريقهكني نعم هذه طال عمرك <applause> طبعا تختلف في الذائقه نعم. الامور هذه ما يعني ما تدخل في باب الهيل. ما تدخل بدون الهاد نعم هذه ما تدخل في باب النقد نعم هذه تدخل في باب الذوب. الذائقه الذائقه نعم. اي نعم يعني نعم. في اللي مثلا يزين قهوته بهيل بس نعم. نعم في اللي مع الهيل مسمار نعم في اللي يبي معها زعفران صحيح هذه ترجع للذائقه الله فهذه ما تعتبر انه مثلا اللي زينها بهيل بس ان نعم. هذه قهوته غلط صحيح اللي حط مثلا معها زعفران انه فيه غلط في الموضوع فهذه ما تدخل في باب النقد ما حد يقدر ينقد على حد فيه صحيح فعلا هذا لانه ترجع للذائقه نفسها صحيح حتى ثقل القهوه من خوفها. نعم بعض الناس يحب القهوه ثقيله صح وبعض الناس لا بالعكس يحب القهوة خفيفه, خفيفة نعم صح كذلك يعني درجه الحمسه نعم بعض الناس يحبها شقره صح بعض الناس يحبها شقرة اللي نسميها شقرة وافية هي غامقة شقرة غامقة نعم وبعض الناس لا يحبها حمراء الله والحمراء كذلك بعد في اللي يحبها حمراء فاتحة وفي اللي يحبها حمراء غامقة صحيح فهذه كلها ترجع للذائقة لكن كلها صحيحة صحيح إذا أنت الشقرة فأنت على صح وإن عينت الحمراء الفاتحة أو الغامقة نعم, نعم والشجرة كذلك فاتحة ولا غامقة نعم فكذلك فكلها صحيحة يعني ينقدها شو الكهوة زايد اللي ينقدها طال عمرك الحمسة مثلا الغلط الله الاستعجال في الحمسة تلقى حبة نية فيها حبة نية وحبة محترقة الله اي نعم او حبة طال عمرك زايدة حمستها نعم وحبة ناقصة حمستها تنعرف تنعرف طبعًا زاي؟ الانسان اللي باخص في القهوة نعم او مثل ما تقول نقاد القهوة نعم. يبخص فيها الله يعني اللي يبخص فيها حتى في ادق الامور هذا واحد من نقاد من نقاد القهوة نعم نقاد حتى يقولون في عود راك الله دخل في خمرة قهوة يعني دلت قهوة كبيرة نعم داخل فيها عود راك تقول هذا الانسان كيف يميزها الله واحد يميز فيها يا طويل العمر اللي هو اللي, نسميه القعسي نعم او اللي هو يسمى يا طويل العمر القعسي اللي يسمونه اليعروف نعم صحيح طايح له عمرك بعد نفس الشيء في خمره قهوه الله. وطعمها الله قال قهوتكم صايده يا ناس يا الله قالوا لا القهوه ما هي بصايده بنقلب القهوه كانها صايده فتح نعم. على حق صحيح يوم قلبوها فعلا عينوا فيها صح بعد مجموعه يمكن حول ثلاثه واربع يا الله طبخات في خمره القهوه شوف فيقول احد الحضور اثرنا نشرب مرق مو قهوه <applause> فشوف بعض الناس يعني ينتبه معرفة يا اخي معرفة لادق التفاصيل معرفه فعلا مو كل واحد يجيد هذا الشيء صحيح مثل نعم ما تفضلت عيشنا في قصيده ما دام عشنا هالسوالف الحلوه عن ذكرياتك والقهوه والمعاميل والامور الطيبه الله يطول بعمرك ويبارك فيك يا رب يا رب قلت يا دكتور لا تشرح على الحال يا دكتور دو يا دكتور لا تشرح لا تشرح على الحال يا دكتور تور ولا لي بشرح لو تعذرت لعلاجه الله وانا داري أنك قبل لا تعتذر معذور وعذرك سمين ولا لحق ذمتك حاجه انا بصواب ما كنله له ثمان شهور شهور صواب الجريح اللي به جروح ثجاجة اي أيوة والله يعضض شماغه من مصابه ودمه يفور علشان ما تضحك به عيون هراجة هراجة طعني وليفن صد عني وهو مجبور بسيف وانا روحي الراعيه محتاجه مواثيقنا سنته والحبر والطبشور على عهدنا تشهد بدربه ومنهاجه يقولون له حدين واقول كله جوره الاول اخلاجي منه والثاني اخلاجه الله بعد ما بنينا بلوفه قصرنا المعمور غرامي زواياه ومواصيله سياجه, سياجة. زرعنا الزهر حوله وفاح بشذا وعطور سقيته بحاسيس وسقاه بتغناجه رحل يسحب اشواقه وعشقه وهو مكسور وخلفه بقايا ملكه وعرشه وتاجه تاج ثقافه ظعونه والحمل متعب المظهور هذاك اخر حموله وهو اخر مواجه بغيت تنحنح واحتبس عبرتي بالزور وثرى المحاجر بزرق الدمع هداجه اي والله تدور الليالي بلفته والزمان يدور ولا احد بيامن غبه البحر وامواجه انا البارحه قلبي بجوف السماء عصفور اليوم ميت في خلم ما حد داجه يغيب الرجاء لسدل على الصفره الديجور واذا الصبح بانت نجمته يرجع ادراجه هموم تراودني وتقلط على الميسور وباب الرجاء في ثومه القلب وهاجه وحالي ثمان شهور من هل عدو مسرور ويدمي صوابه لا ذكر ضحكه حجاجه فلا جيت ادور للدواء منك يا دكتور سور وانا خابر ان علاج حالي ومزلاجه انا هاجسي صاغ القصيده بدون شعور, شعور يدور على ومضه امل تشعل سراجه الله جميل جميل الله يعطيك العافيه على هاي القصيده الطيبه الله يعافيك وعلى هالمفردات المتعوب عليها الله يسلمك مجتهد عليها وعاطي قصيده حقه تعرف انت تتعب على قصيدتك زايد طول طيب عمرك هذا خوي السنافي طال عمرك كذي ها؟ اي نعم هذا الصديق الصدوق يا العمر اللي يفهم ما في خاطري كذي ها؟ اي نعم اللي تعطيه كل كل جاشك على اكيد هو اللي يفهمني اكثر الناس يفهمني هو صحيح زايد انت يعني من اللي يستعجلون في كتابه قصايدهم او متروي دائما خبرني عن يعني اسلوبك في الكتابه دائما نعم انا طال عمرك مستعجل في كتابه القصيده بقدر ما انا متروي في البدايه في القصيده اصلا الله يعني مو من العرب اللي اعجل بروحي عشان اكتب قصيده صحيح لا متى ما طالت القصيده متى ما جاك هاجوس الشعر متى ما جاء الهاجوس، متى ما جاء سببها صحيح عديت القصيده صحيح على ما قال ما على ما قال عجل على روحي لا ابى احط قصيده ابى انشر قصيده ابى لا ابى انشر قصيده اليوم يمكن انشر بعد ثلاث شهور ما شاء الله يمكن انشر بعد ست شهور عادي عندك اي نعم مو ما قال يعني اني ان 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 اشد على روحي انه لازم على طول اكون مستمر تاخذ وقت فيها ما اخذ وقت فيها لا في كتاب ما تطول لا في كتابة القصيدة نفسها من ابدا فيها نعم ما طول لا ما شاء الله لكن عاد متى هي الهاجس؟ الله هذا هو تراجعها، تشاور فيها، تناظر فيها أه طبيعتك حاليا لا، ما راجع فيها، ما اني استشير فيها، نعم لكن اراجعها بنفسي صحيح لا شك ان الشاعر هو عين الناقد لنفسه اكيد القصيدة بالذات اكيد اكيد فطبعا انظر للقصيدة بعين الناقد، واراجعها مرة ومرتين وثلاث، لين اشوفها جاهز انها تنتشر تنشرها بعد فترة صحيح ما تستعجل عليه لا لا ما استعجل عليه اي لان من تطلع قصيده خلاص اكيد طبعا انت اللي طول عمر مو بالا القصيده الكلمه نعم انت تحكمها قبل لا تتكلم فيها اكيد لكن إذا لا طلعت من لسانك خلاص هي تحكمك اكيد إن فعلا. كانت يا طول عمر إن كانت ايجابيه ولا سلبيه نعم يقولون ان البر كان سبب رئيسي لشاعرنا زايد التميمي ان يهيضه دوم في كتابه قصايده صحيح أه لا يقولون شك انك انت من عشاق البر صحيح. انا من عشاق أطول طويل العمر الهدوء. الله. انا يمكن يا طويل العمر شخصيتي هاديه بشكل عام. الجو الرومانسي على ما يقولون. نعم، الجو الشاعري هذا. فحتى قبل لا اكون شاعر. نعم. دوم يعني يشوفون بعض الجوانب شخصيتي يقول يا اخي شخصيتك شخصية شاعر. صحيح. حتى اني قبل لا اكتب القصيدة، هاك الوقت انا والله اكتب لي بويتات وادسها. صحيح. نعم، اكتب لي بويتات ولا انشرها عند العرب. نعم. لكن انا بطبيعتي احب الطبيعة. احب الجو الهادي. أحب يعني البعد عن الزحمة صحيح البعد عن اللجه عن الإزعاج هذا بطبيعتي يعني أنا بالطريقة هذه فلا شك أن قعدتي مثلا في البر نعم وقعدتي وأنا مختلي أفكر في القصيد أفكر يا طويل العمر في الأمور اللي تهيض الشاعر صحيح عرفت كيف؟ يعني قعدتي يا طويل العمر في البر هذه وخصيصا صار العمر عمرك الضوء فيها والدلال على جالها الله إي نعم والجو هادي وخاصة طال عمرك اللي عندك الرفيق اللي شرواك، الرفيق طال عمرك اللي على جوك وعلى دينك. اكيد, أكيد إيه نعم فلا شك إني بيهيضك. اكيد يعني الجو هذا من من راحة الانسان ومن وناس الانسان بالجو هذا. صحيح لا شك انه يتهيض. صحيح إيه نعم دوم لك طلعات للبر البدوي ما يخلي عاداته مشكلة. صحيح ما يصبر عنه ولا يتخلى. نعم دوم لك طلعات البر زايد تقريبا؟ اكيد نعم. يا عمر العمر مثل ما قلت لك انا لي اهتمامات فيلبل فطبيعي ان اكون اغلب وقتي عندها. لق قصايد المزاينة شيء قلت الهاج سلي درهم بصدري وتل خطامة تل خطامة شاعفه براق بدا في الديرة الغربية. غربية في مهرجان في أحمد ظفره ترزع لامه يشعى أهل الفردي ويشعى به هل المنقية تنصاه خطوة مجه من سنها الفحل بعظامة ولا محلية يشادي وصف هاريمية شي يدركونه من على العليا يسوق أقدامه شيخ على القمة شيخ على القمة بزغنوره وشعشع ضيه احيا التراث بفعله السامي وردا سامه مثل الصحاري لا سقتها زنتن وسميه متوارث من هاجبوه ابوه ونظرته واحلامه يقرر المستقبل بحاضره مع ماضيه واللي نسى ماضيه يخسر مقبلات اعوامه ما ينفع حمل الهويه دامها منسيه الله جميل جميل هالبيت الاخير هذا نعم في في, في, في لذه ومتعه فعلا يا هبوب النود ولا يا ذعاذي عصفاري الصفاري كل طرق في بحور الشعر تشعاه بنسيمك هزت الهاجس هبوبك واسقطت جل الطواري يسمن القاف بطوارية اليا هاضه زهيمك رتعت بيوت شعري في المضامي والصحاري ارتع القاع المسيسة واتجنب عن وخيمك مغبط لي يجمع الاموال في البنك التجاري تاع سن عبد الريال ولشعمت ضوه هشيمك أغبط لي فالملا تمتاز به عدة مواري من تغانم خصلة منها سقت رمضاه ديمك من يطبق في حياته شرح مسلم والبخاري طامع بلقياك يا رحمن في جنة نعيمك والحليم اللي على الزلات ما سل الشباري يضحك حجاجه اليا له هذا غريمك والوجيه اللي حياها مع قدم جاري تستحي شيمه ولا من علت يا العايل تضيمك ومومن يصبر على النكبات ما هل العباري غير لا طال السجود وست يا ليل بعتيمك وعيلة من تندى كفوفه للعطا والجود ضاري الضعوف اليدبروا منه تقول الله يديمك أكمل الإيمان لا من صرت بخلاقك تماري وخير الأخيار تبلغها ليحسنت الحريمك الخلوق إن وفقه مولاه بخلاقه يباري منزلك يا الصايم القايم وفي نديمك ما غبطك غير لاخلاقك وطيبك يا مشاري، جاذبك ساس عريق وحاوي دينك صميمك، من نشا في ماكر القرناس لطبوعه يداري، وان بعشه البومه غدا قلبك خصيمك. يقولون يقولون انه يغلب على قصيدك الطابع العاطفي. <applause> طبعا شف نعم العاطفه نعم يعني امر ضروري في حياه كل انسان. اكيد. ولا شك ان العاطفه تحكم تعاملات البشريه كلها. صحيح. شوف حتى تعامل الحين الانسان مع ربه. نعم. تعاملاته طال عمرك برغبه نعم بما نعم عند الله من فضل ومن خير. صحيح. ورهبه منه بطول من سخطه وغضبه عليه. اكيد. عرفت كيف؟ تعاملات الانسان مع زملائه مجاملاته للناس نعم محبته لوالديه اكيد محبته لاخوانه صحيح. محبته للصديق صحيح فالعاطفه تغلب جميع التعاملات أكيد بشكل عام يعني مو بس المعاملات مثل ما تقول اللي فيها مثلا الغزل صحيح فيها اللي... لا بشكل عام صحيح العاطفه تغلب عليها فلا شك ان طول العمر حاله حال البشريه اكيد فعلا نعم <applause> لا شك ان نعم. العاطفه كلها دور نعم. على ما نعم. قال في كل حاجه في كل حاجه نعم فعلا لكن انا كشاعر اوثق العاطفه هذه واعطيها حقها اي نعم واعطيها اهتمامها جميل ايه الله يعطيك ايه العافيه انت مع القصيده الواقعيه ولا تضيف لها الخيال او الخياليه اه وين يجد نفسه زايد وايهما اقرب الى نفسه <applause> نعم شوف طال عمرك, إن عمرك الواقع مطلوب نعم والخيال كذلك مطلوب نعم يعني انا علشان الامس شعور المتلقي نعم. خاصة المتلقي اللي عايش مثل التجربة اللي أنا أتكلم عنها نعم ودك أن تعمق نفسك في التجربة يعني هو اللي التجربة اللي أتكلم عنها الشاعر مو نعم. بشرط أنه تعمق فيها صحيح بعض التجارب هو يا يعني على ما قالوا في طرفها عرف كيف؟ وبعض التجارب يعني عايشها مثلا في بيته عايش ناس عايشوها مو نعم. بشرط يكون عايشها بنفسه صحيح وهو وده أن يوصل يا طويل العمر التجربة هذه نعم. للمتلقي اللي عاشها أكيد نعم فلازم انه على ما قال الخيال يكون حاضر في الموضوع، لكن صحيح الخيال طبعا خيال واقعي ما يكون خيال طبعا صحيح آآ آآ خارق صحيح أو بعيد عن الواقع بعيد عن الطبيعه صحيح جميل هنا جميل تسعدني بشيء من رواياتك الجميله لنهدي مشاهدينا الاكارم تجاذبني مواويل الحمامه لا بغيت اسلى الله تجاذبني مواويل الحمامه لا بغيت اسلى اسلى وانا مالي مع الهوجاس لا حاضر ولا ماضي الله كست بلحونها صدري كما عش بنكسل سلام مثل شمس طوت جنح الظلام بنورها اللاضي الله الله. بعد ما ضمت إحساسي بيدها ضمت الخجلة ودعت الوعي والواقع الملموس وغراضي تعلت في سما محبوبتي وعيونها النجلة ترفرف بالهوى دام الهوى لشعوري حاضي وتزهر بابتسامتها وتهمس مرحبا وهلا وبرق الشوق ما بين الرموش الضافية ناضي ألا يا مزن تنهلت من الأشعار ما يملا فياض العاشقين بكفه وفي كفه فياضي على عد الغرام المرتوي كل اللي فاود له ويا كم مغرم صدر نشيط ومغرم قاضي وانا من سلهمتلي والفواد بجمرها يصلى تداعت هيبتي منها وقامت تجمع عن قاضي تواجهنا ودلت دنيتي من بعدها تحلى وعذال الغرام بوادرين تصيح الفاضي الله أكبر. لبس قلبي من قماش المحبة ثوب ما يبلى وسلمته مقاليد الجوارح والحكم ماضي ولا أبغي غير قلب يعشقه يجزاه بالمثلى ما دام العهد في شرع الهوى تنشيه للحاضر الله جميل, وسلامك. جميل. الله يطول بعمرك الحلو فيك يعني بالاضافه الى شاء الله عليك ابداعك ومفرداتك الجميله الواقعيه اللي فعلا تسعد الخاطر يعني حفظك وثقتك من الحفظ هذه ترى موهبه من الله سبحانه وتعالى والواحد طبعا. يشكر المولى عز وجل وحضور ذهنك لحفظ قصائدك ايضا حضور ذهني دائما لنا الانسان. آآ زايد آآ ليش انت مقل في كتاباتك وقصائدك؟ هالكلام صح؟ صحيح من الناحيه صحيح نعم وعز الله انا دائما يكلموني الناس يعني خاصه المتابعين لي نعم. والجمهور ودهم اني دائما اكون يعني متواجد في الساحه الشعريه. نعم. لكن انا مثل ما علمتك استاذ بطيء الله يحفظك عده الهوايات هذه، تعدد الهوايات شغلتك اي نعم، خذت من وقتي، <applause> فلا شك يعني الـ الـ الانسان له وقت محدود. اكيد. يعني 24 ساعه ولا شيء ترى، صح 40 ساعه في اليوم لا ترى لا ولا لا شيء، يعني 24 ساعه هذه نعم نعم لو تحسب الـ الـ العمل اللي يعملها الانسان في ال 24 ساعه هذه، صح تطلع ساعات معدوده. صحيح. فلا شك ان تعدد الهوايات له دور. تعدد الاهداف كذلك له دور، عندي عده اهداف غير الشعر ومنها اللي هي دراسه الماجستير اللي توني تخرجت منها. أنا. ما شاء الله مبروك. الله يبارك مبروك فيك ويطول عمرك، فلا شك انها كانت ماخذه ما من وقتي. صح. فالشعر وين كنت انا احبه؟ نعم لكن الايام هذه منشغل عنه يعني لعده اسباب. نعم. ولكن باذن الله اني بي اليوم اللي بتواجد فيه في الساحه الشعريه تواجد تام. ما شاء الله متواجد الله يبارك فيك الله يطول وجودك عندنا وجودك في المحافل الثاني والمشاركات والمساهمات ما شاء الله شيء نحن نعم نفتخر به الله يطول عمرك ويزيدنا فرح وسرور لان نجد كفاءات ادبيه نعم مميزه مثلك وشراويك هذه مفخره للساحه الشعريه الله آه عشقك للقانون ودراسه القانون شيء جميل الله يطول بعمرك نعم وانا من عشاق القانونيين عموماً <applause> وكلهم كل تقدير واحترام <applause> الله, الله يطول بعمرك يا ترى شو العلاقه بين انا تراني مروا علي شعراء كثير وخريجين قانون، وانا اوجه لهم تحيه من خلال الله <applause> سمارة واقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية. يا ترى شو الرباط او الرابط بين القانون دراسة اخوي زايد التميمي للقانون وعشقه للقانون وايضا حبه ولها للشعر وموهبته في هذا الجانب نعم أه شو العلاقة بين الطرفين؟ أه طبعا في صفة مشتركة بين القانون وبين الشعر انا اشوفها يعني اكثر صفه مشتركه بين المجالين هذيلا نعم وهي الدقه في اختيار المفرده السلام دائما القانوني دقيق في اختيار المفرده صحيح يعني بعض المفردات نعم. لها عده معاني صحيح. لكن القانوني يعرف يوظفها التوظيف الصحيح صحيح. اللي تكون في في مكانها المناسب نعم وكذلك الشاعر نعم بعض الكلمات تقدر تفسرها باكثر من تفسير صحيح لكن الشاعر اللي كان له مقصد معين نعم يعرف يوظف المفردة نعم اللي ما لها الا تفسير واحد صحيح فالمتلقي ما يضيع في التفسير صح ما يفسرها حد يفسرها شرق وحد يفسرها غرب وحد يحطها في, في في مثلا في غزل وحد يحطها اجتماعيه صح لا لان دقته نعم في اختيار المفرده نعم خلت المتلقي يعرف شو المقصد صحيح وإن كانت مثلا حتى لو كانت القصيده مبهمه نعم او القصيده مبطنه نعم لكن يفهمها المتلقي صح بسبب الدقة في اختيار المفرده، نعم زايد يا طويل العمر في وقت فراغه نعم قصيد، القصيد، زايد يا طويل العمر في الوقت اللي, 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 اللي مرتاح فيه سواء يا طويل العمر بعيد عن الازدحام نعم بعيد عن اللجه، بعيد عن ضغوطات الحياه تلقاه طول عمره يلجا للقصيد. صحيح. اي نعم، ولكن القانون نعم. بعد اعتبره امر ضروري. لا شك ان القانوني وجوده واقول على الاقل لو قانوني واحد في كل بيت وجوده نعم. وجوده ضروري. يعني حتى ينظم الامور القانونيه حتى اللي في العائله نفسها. صحيح. فوجود القانوني لا شك انه يعني امر ضروري حتى لو ما كان يعني مجال عمله في القانون صحيح لا لكن الامور القانونيه تحتاجها في حياتك اليوميه صحيح تمشي بالشارع تحتاج تحتاج القانون صحيح تتكلم توزن كلامك تحتاج القانون في جميع امورك تحتاج اي طول عمر معاملات عندك معاملات رسميه عندك عقود بتوقعها بيع مشترى اي شيء الامور اللي تحتاجها في حياتك اليوميه تحتاج للقانون فلا شك ان هذا مهم وهذا كذلك مهم اكيد الاثنين مهمين الاثنين مهمين وقراب مني انا زايد كانت لك مشاركات كثيرة طبعا في العديد من الأمور الجميلة ومنها في مهرجان شاعر المليون صحيح حدثنا عن هذا البرنامج وعن فكرك أنت أنك تخوض مغامراتك ودخولك في هذا البرنامج وشعورك انطباعك نعم طال عمرك شاعر المليون نعم أنا أعتبر... بديت تفكر فيه صراحة أنا ما كنت يعني أفكر في موضوع شاعر المليون من وقت مبكر نعم يعني شاعر المليون انا عزمت في عزمت في المشاركة نعم في نفس الوقت اللي كانت فيها الجولات عندنا في ابو ما شاء الله ما كنت مبيت النيه، ما كنت مخطط للشيء هذا نعم ولكن المجتمع شجعني ما شاء الله كل اللي يبيني اشارك كل اللي يبيني طال عمرك اكون على الكرسي الاحمر لا شك ان الكرسي الاحمر له منافع كثيره على الشاعر اكيد الظهور الاعلامي التجربه الشعريه، الخبره اللي بيكسبها الشاعر، امور كثيره بيكسبها الشاعر نعم بعد دخوله لشاعر شاعر المليون. صحيح طبعا احتكاك الشاعر بالشعراء بعد له اثر كبير بيكون على مسيرته الشعريه. صحيح. فانا مشاركتي في شاعر المليون اعتبرها هي البدايه الرسميه. الله لي انا كشاعر نعم هي شاعر المليون. لا شك انه خلاني اهتم في امور كثيره نعم وخلاني اطلع على تجارب كثيره. وخبرات يعني كثيرة، يعني صحيح الشعراء الشعراء اللي انا احتكيت فيهم مو بس الشعراء ال والأربعين، لا ولا حتى الشعراء الأمية بس اللي كانوا معاي في اللي للا للا في اللي القائمة المختارة قائمة لا حتى اللي احتكيت وياهم في الجولات نعم يعني شعراء يعني كبار، شعراء لهم باع، شعراء لهم خبرة نعم يعني وان كان ما حالفهم الحظ في الظهور إلى قائمة والوصول إلى 48، يعني لكن الشعراء وايد، شعراء مهم بشوي خبراتهم هي بسيطه صحيح استفدت من احتكاكي معهم امور كثيره وبعض الشعراء او اغلب الشعراء اللي تواصل معهم الى اليوم ما شاء الله عليك نعم واطلع على تجاربهم ويطلعون على تجاربي حلو وافتخر فيهم عز الله في معرفتهم جميل فتجربتي في شاعر المليون نعم. ما كانت يعني تجربه بسيطه لا شك ان لها اثر كبير صحيح في مسيرتي ووصلت لاي مرحله تقريبا زايد؟ وصلت طال عمرك لمرحله 12 ما شاء الله عليه نعم شو كان انطباعك شعورك؟ شو حسيت في نفسك؟ آه طبعا شاعر المليون نعم والقاء القصيده نعم. على اساس كبار مثل نعم. لجنه التحكيم نعم لا شك ان فيه من شعور الرهبه صحيح وكذلك فيه من شعور الثقه كيف دامك وصلت انت لقائمه ال48 شاعر نعم فانت شاعر معلق غبار صحيح ما يختلف على شعريتك أي حد أي صحيح. شاعر يوصل لقائمة الثمانية 48 فهذا ما يختلف على شعريته ولا على جزالته. أكيد حد. أكيد. فوجودي في شاعر المليون لا شك إنه أعطاني يعني ثقة أكبر في مقدرتي الشعرية وخلّى محاولاتي واجتهادي أكبر في في في, في نظم القصيدة صحيح. نعم. وعرض قصائدي على اللجنه وخاصه الثناء ل... 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 اللي انا يعني من لجنه التحكيم يعني كان حافز كبير لي انا. يعني. ما شاء الله عليك، اسعدنا بقصيده جميله لانه ما شبعنا منك. الله يسلمك ويطول نعم. عمرك. خالفت ميثاق الهوى والقلب وخلفت المسير. الله اكبر. للوجهه اللي لا ضرر فيها ولا منها ضرار. ضرار. ما عاد لي قلب يغرد في سماء العشق ويطير، اطلقت مسباق الغرام. وتل جنحانه وطار من طبعا. عقب ماني خلف قضبان الجفا مثل الاسير افرجت عن روح صداها بين غار وبين نار واريت من دون الاسى عمر عبوس قمطرير لا ذقت من لذاته ولا باح لي قطف الثمار اول صبانة يرسم البسمه على وجه الغرير وتلا هرمنا فاقد الوجدان ثلثين الوقار كان الوصل ما بيننا نسقيه من شوق غزير لين يبست عنه السواقي بل هجر والعد غار كملي ونظامي على لقياك في حر الهجير متفائل بطرد السراب وغاص بطراف النهار لا تعتذر لي ما يفيد الكحل بعيون الضرير لو تحزم الاشواق وتحث الخطا فات القطار لو تشهق بصدر الغرام الهش ما تلقى زفير دام المراره باطن الحنظل وظاهرها الخضار فاليوم انا ما عاد لي في ناقه او بعير عن مشهد البارح خمدت النار وسدلت الستار. الله اكبر الله اكبر جميل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. والله, والله العديد من الاسئله في بالي وابغي اسالك كثير ليش ما طلعت ديوان ومتى ناوي تطلع ديوان والقصيده اللي 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 فعلا شفتها هي يعني كونت لك شخصيه امور كثيره ابغى اسالك عنها لكن يا اخي الوقت طاف ونحن ما حسينا بصراحة <applause> كل الشكر والتقدير لوجودك اليوم عندي الله يطول عمرك ضيف التميمي شاعر حبيب وعزيز وقانوني اقدم لك <applause> عمرك ربي يسلمك الله, 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 الله يطول عمرك وانا بدوري كذلك اشكركم اشكرك انت اخوي شاعر شاعر واعلامي بطل مظلوم الله يطول عمرك ويسلمك وكذلك اشكر قناه الشارجه واشكر كل من اجتهد ومن سعى في انجاح هذا اللقاء طولي الله يطول عم عمره تحيه شكر من طاقم برنامج سمار لشاعرنا زايد التميمي مشاهدينا الاعزاء بدينا بالحب مع هذا الشاعر المبدع القانوني اللي <applause> فعلا ما تكفي ساعات وحلقات أتمنى ان شاء الله ان ارضينا طموحكم وغايتكم هي ارضاكم لان رضاكم اهم شيء نسعى له دائما نلتقي من جديد في حلقات اخرى اجمل وارق تحيه من مخرج البرنامج ماجد شومان وطاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته إلي أكثر أن الدروب وتهت وين الطريق قلبك دليلك اللي أسرجته يبين القدا لا تسلك الظن لوهم عبد بالعقيق كم لبيب مع جسور المخارج غدا في اللاح من يمة الوجهة هل شوفك بريق لا تحسب انه الوحيد ودرب غيرك سدى أم القرى لا نصاها المعتمر يا الرفيق ما هو بشرط ان يجيها مع طريق الهدى بعض العرب تنه سيلم من حدر مع مضيق إما تجاريه ولا ما نفعك معدى أم إما تباري مسيره وانت نعم الصديق وان قلت عطني دليلك صرت ساسردة من وسع فاق عرفه من عناده يفيق ويطول مع هلمدى لو هو قصير مدى واللي سالم ضديده عاش حر طليق سلم جهله الطمان الطويلة بدا سبحان هاللي جعل فينا زفير وشهيق ما تستمر الحياه الا وهم ضدده لو راد حط الخلايق كلها في فريق ما قيل يا اهل الضلال وقيل يا اهل الهدى وسلامنا دام حبله بالتسامح وثيق مثل مثل الخبر يستقيم الرافق المبتدى تبقى القلوب السليمه في البسيطه رحيق ونهج التعايش بوسط المجتمع له صدق هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.